السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الهايدروديناميك بيرينج والهايدروستاتيك بيرينج في مادة سيري اند ديزاين اوف ماشين تول 2. الهايدروديناميك هنبدأ الأول بنبذة مختصرة عن الهايدروديناميك بيرينج والهايدروستاتيك بيرينج. هو إيه الهايدروديناميك بيرينج؟ الهايدروديناميك بيرينج ليه أكتر من اسم. من أشهر الأسماء بتاعته ممكن أسميه سلايدنج بيرينج، ممكن أسميه جورنال بيرينج. مكوناته الأساسية هي الجورنال والبيرينج. أنا بسمي الشافت اللي جوه ده بسميه جورنال، والجزء الخارجي ده أنا بسميه البيرينج. الجزء الخارجي ده أنا بسميه البيرينج. ادي البيرنج وادي الجورنال او شافت. البيرنج ده اللي بيسبورت اللود، ده بيكون جزء ستيشنري، ده البيرنج. الجورنال او الشافت هو الجزء اللي بيحصل له روتيشن. ده لو كان هايدرو دايناميك بيرنج، ده شكل ليه وهو بيلف. في بدايه الحركه بنلاقي، هنلاقي ان في بدايه الحركه هو كونتاكت مع البيرنج، كونتاكت مع الجورنال. فبعد ما بيبدا يتحرك بتبدا يتحرك من مكانه، والمساحه دي كلها تتملي باللوبريكيشن فيل ويبدا البيرنج يشتغل. دي نقطه فاصله تفصل لي الهايدرو دايناميك بيرنج عن الهايدروستاتيك بيرنج. ده شكل الهايدرو دايناميك بيرنج. طب امال الهايدروستاتيك بيرنج؟ الهايدروستاتيك بيرنج هو في الطبيعي هما الاثنين المفروض ان هما الاثنين زي بعض. طب ليه لجأنا للهايدروستاتيك بيرنج؟ المفروض ان المنطقه دي اللي ما بين البيرنج وما بين الجورنال المفروض دي فيها ثيم فيلم اللي هو اللوبريكيشن. طيب زي ما قلنا ان في البدايه اول ما بيشتغل، اول ما ببدا اشغل الموتور ويشتغل البيرنج، لو انا كنت في الهايدروديناميك بيرنج هلاقي ان الجورنال لامس البيرنج، فده هيعمل كونتاكت ميتال تو ميتال كونتاكت، فهيعمل لي فريكشن. فانا كده محتاجه حاجه تعوض لي الطلعه الاولانيه دي لحد ما يبدا الجورنال ياخد وضعه، وطبقه السين فيلم لوبريكيشن دي تاخد مكانها ويبدا يلف بشكل طبيعي. فاحنا عشان نتغلب على المشكله الاولانيه دي، ان بيحصل اللي بيخلي عمر الهايدروديناميك بيرنج او عمر الجورنال بيرنج قليل وبسبب الوير وبسبب الفريكشن، فلجأنا ان احنا نعمل هايدروستاتيك بيرنج. هو مور اكيرت، هنلاقي دايما ان مكان الجورنال مكانه ثابت عند مكانه في مكان محدد عن البيرنج. ازاي؟ بان احنا حاطين له لوبريكيشن ببمب، عاملين له بامب سيستم بتدي اللوبريكيشن للبيرنج، فبتخليه دايما حتى وهو واقف عن الحركه وعامله له ستوب، هو طبقه اللوبريكيشن دي موجوده وانا ضامنه انها موجوده، فبالتالي مش محتاجه ان يحصل فريكشن. مش هيحصل فريكشن، مش هيحصل ميتال تو ميتال كونتاكت، مش هيحصل وير. فدي الفروق الجوهريه اللي ما بين الهايدروديناميك بيرنج والهايدروستاتيك بيرنج. دي الفروق الاساسيه اللي ما بينهم. طيب تعالوا بقى ندخل في الشيت بسيط جدا وسهل، ما فيهوش اي صعوبه، هو بسيط جدا. هنبدا اول حاجه بالهايدروديناميك بيرنج. فتعالوا نفهم الاول الترمينولوجيز الاساسيه للهايدروديناميك بيرنج. ده الشورت بتاع البيرنج بيوضح بيه ان انا عندي هنا ده الشافت او بسميه الجورنال، اللي بره ده اللي هو البيرنج. ده الجزء الثابت وده الجزء المتحرك. هنلاقي ان احنا في البدايه زي ما قلنا بيكون في البدايه في اكسنتريستي، في شفت شويه للجورنال بعيد عن السنتر بتاع البيرنج. فالشيفت ده انا برمز له بالرمز اي، بسميها اكسنتريستي، بقول ان هي الديستنس اللي ما بين البيرنج الجزء الاستيشنري الثابت الخارجي اللي بره والجورنال سنتر، الجورنال اللي هو الشافت الداخلي. ودي الفورس اللي بتاثر على البيرنج. ولو حبينا نشوف توزيعه للدايجرام بتاع
البريشر، توزيع على البريشر دايجرام، هلاقي ده شكل مثلا البريشر، هلاقي ان في فيل ثيكنس هلاقي ان هنا في مسافه بسميها اتش نوت. طب ايه هي الاتش نوت دي؟ الاتش نوت دي المينيمم ثيكنس، المينيمم فيلم ثيكنس بتاع اللوبريكيشن. هلاقي ان ده البريشر فورس دايجرام، هلاقي ان في هنا قيمه البريشر زون، تعتبر هنا دي منطقه البريشر زون. هلاقي ان زي ما قلنا الايد الاكسنتريستي. طيب هنلاقي كمان لو حبيت نوضح بقى شويه مفاهيم، هنلاقي ان انا عندي الراديال في مسافه اسمها سي، بسميها الراديال كليرنس، دي الديفرنس بين الجورنال اند البيرنج راديال، الاختلاف اللي ما بين الجورنال والبيرنج راديال. اكسنتريستي وضحناها، في عندي انجل اسمها فاي، دي الانجل اللي ما بين اللود لاين، ما بين دي الانجل اللي هي فاي، هي دي ما بين اللود لاين خط اللود وما بين السنتر. تمام. المينيمم سيكنس في المرز رمزناها بالرمز اتش نوت اوكر ات لاين اوف السنتر، والاكسنتريستي ريشيو رمزها الابسلون، والقانون بتاعها اي على سي. يعني لو حبينا نكتبها هلاقي ان القانون بتاعها هو الاي الاكسنتريستي على السي، الاكسنتريستي على السي، دي الاكسنتريستي ريشيو. طيب لو حبينا نشوف النورمال بيرنج بريشر ان بروجكتد اريا اوف الجورنال، النورمال بيرنج بريشر انا برمز له بالرمز بي، هو عباره عن ايه القانون بتاعه؟ عباره عن الدبليو على الدي في ال، الدبليو اللي هو اللود، اللود اللي انا بقى اللي مقصره بيه على البيرنج، على الدي اللي هو الدايمتر بتاع الجورنال، في ال اللي هو اللينس بتاع الجورنال، الدي الدايمتر بتاع الجورنال اللي هو 2 الريديوس بتاع الجورنال، ده قانون البيرنج بريشر. طيب نقدر نقول كمان في عندنا نمبر اسمه سمر فيلد نمبر، هو يعتبر بيرنج كاركترستيك نمبر. لو حبيت نكتب، لو حابين نكتب القانون بتاعه، هنلاقي سمر فيلد نمبر ده مهم جدا في الهيدروديناميك بيرنج، عشان مبني عليه كل اجابات المسائل اللي احنا هنحلها. القانون بتاعه ايه؟ القانون بتاعه هو الميو مقسومة على الميو مضروبة في ال مقسومة على البريشر اللي احنا جبناه فوق مضروبة في الار على السي، الكلام ده كله تربيع، الار على السي بس اللي هي التربيع. فسمر فيلد نمبر ده هو بيرنج كاركترستيك نمبر، خاصية للبيرنج، هو عبارة عن الميو في ال N على البريشر في ال R على C، ال R على C التربيع. طيب ال R دي اللي هي الريديوس بتاع الجورنال، ال C هي الريديوس هي الراديال كليرنس، ال ميو هي الفيسكوستي، ال N هي النمبر اوف الريفوليوشن بير سكند بال RPS، ال B هو النومينال بيرنج بريشر. طيب هنلاقي كمان ان عندنا قانون تاني، لو انا عايزه اوضح الفريكشن فورس اوف الجورنال بيرنج عايزه اوضحها، القانون بتاعها هيكون اف كابيتال فريكشن فورس، هتكون عباره عن الدبليو اللي هي اللود مضروبه في الفريكشن كوفيشنت، وير ان الاف دي الكوفيشنت اوف الفريكشن، ده الفريكشن فورس. طب عايزه اوضح التورك كونسيومد تو اوفركم الفريكشن، التورك اللي انا محتاجاه عشان اتغلب على الفريكشن، هقول هي تي اف بتساوي الفريكشن فورس مضروبه في الريديوس، الريديوس اللي هي الريديوس بتاعه الجورنال. طيب عايزه اوضح كمان
عايزه اوضح كمان الباور لوس دي تو فريكشن. فالباور لوس نتيجه للفريكشن هقول هو عباره عن التورك، الفريكشن تورك اللي انا لسه جايباه مضروبه فيه، بس المره دي مضروب في اوميجا، الاوميجا اللي هي الروتيشنال سبيد، الاوميجا اللي هي 2 باي ان على 60. فابتدينا نعوض بيها. دي كده القوانين كلها اللي احنا محتاجينها في الهايدروديناميك بيلي. طب امال ايه اللي بعد كده؟ ايه اللي بعد كده بقى؟ التشارتس. نبدا نوضح التشارتس. هلاقي ان انا عندي اكتر من تشارت. اول تشارت عندي ده علاقه ما بين البيرنج كاركترستيك نمبر اللي هو سمر فيلد اهو، فانا محتاجه ان انا دايما احدده ودايما احسبه، مع المينيمم فيم فيلم ثيكنس اللي هو اتش نوت على سي، والناحيه الثانيه الاكسنتريستي ريشيو. يعني بمعنى ادق ان انا لو جاي لي في السؤال طالب ان انا اعرف المينيمم فيلم ثيكنس، هجيبه منين؟ هجيبه من التشارت ده اللي هو التشارت نمبر 2، اللي هو تشارت نمبر 2 لازم اكون جايبه سمر فيلد، سمر فيلد نمبر لازم اكون جايباه، وادخل بالتشارت واكون عارفه قيمه ال على دي. ايه هي ال؟ هي اللينس بتاعه الجورنال، والدي الدايمتر بتاع الجورنال، لازم اكون عارفه قيمتهم. الواحد دي يعني ال على دي بواحد، النص يعني ال على دي بنص، وهكذا. لازم اكون عارفه قيمتين وانا داخله الفيجر ده، لازم اكون عارفه صودن سمر فيلد نمبر، ولازم اكون عارفه ال على دي. عرفتهم هقدر اجيب المينيمم فيلم سيكنس، والسي بحسب لها بقانون هقوله لكم دلوقتي، واقدر اعرف الاكسنتريستي ده من الفيجر ده. طيب لو انا الفيجر رقم 2 ده او الفيجر ده رقم 3 مش محتاجينه قوي، محتاجه الفيجر رقم 5. الفيجر رقم 5 بيوضح لي ايه الفيجر رقم 5؟ ده الكوفيشنت اوف فريكشن فاريشن اللي هي اف في الار على سي، وبرده هنا سمر فيلد نمبر، وبرده ال على دي. عشان ادخل برده الجراف ده لازم اكون عارفه ال على دي والسمر فيلد نمبر، ادخل بيه اقدر اعرف الكوفيشنت، الكوفيشنت اوف فريكشن. طيب برده عندي فيجر رقم 6، لو ده عباره عن الكيو اللي هو الفلو ريت، الفلو ريت بتاع اللوبريكيشن، على الار في السي في الان في ال، الار اللي هي الريدس بتاع الجورنال، السي اللي هي الكليرنس، الان اللي هي الروتيشنال اللي بالار بي اس، والال اللي هي اللينس بتاع الجورنال. فانا لو عايز احسب الفلو ريت او عايز اجيب الفلو ريت هجيبها من الفيجر ده، ابقى عندي كل القيم اللي في المقام وعارفه السمر فيلد، ادخل في الجراف واقدر اطلع الكيو. طيب الفيجر رقم 7 هو بيوضح الفلو ريت او السايد فلو ريت. لو هو جه قال لي هات لي السايد فلو ريت او السايد فلو، لو جه قال لي السايد فلو يبقى هو عايز الكيو اس على الكيو، برده من سمر فيلد نمبر واقدر اجيبها. طب عايزه الكيو اس بس اللي هي تعتبر سايد فلو ريت. طيب فيجر 8 كمان بيوضح لي ايه؟ بيوضح ايه علاقه ما بين الماكسيمم فيلم سيكنس بريشر، البريشر على البريشر الماكسيمم، بس دي بالاس البي اس او، وعندي السمر فيلد نمبر برضو اقدر لو حبيت اجيبها او مطلوبه مني في السؤال اقدر اجيب الماكسيمم بريشر او الماكسيمم بريشر اللي انا محتاجاه، والبريشر العادي انا هجيبه من المعادلات. هوضحه لكم. دي كده كل اللي احنا محتاجينه من ايه في الهايدروديناميك بيل. طيب تعالوا بقى نبدأ نشوف أول سؤال مع بعض. أول سؤال مع بعض بيقول إيه؟ بيقول ديتيرمين حدد الـ H نوت والـ E اللي مستخدمة وباستخدام الفولوينج بارامتر. الميو مديني قيمتها، مديها لي بالمايكرون، مديني الـ N بريفوليوشن بير سكند، مديني الويت بـ 500 أي بي إف بيرنج لود، مديني الريديوس بتاع البيرنج بتاع الجورنال، ومديني الـ C ومديني الـ Lens. طالب إن أنا أحدد الـ H نوت والـ E. طيب أحددها إزاي؟
احنا زي ما قلنا ادي الهايدروديناميك بيرنج وادي كل البارامترز اللي احنا محتاجينها. هوضح لكم معلومتين ما قلتهمش في الاول. ايه لو عايزه احسب الكليرنس؟ هي البي ناقص الدي على الاثنين، يعني ملناش علاقه بالماكسيمم والمينيمم، دي البي اللي هي الدايامتر بتاع البيرنج ناقص الدي الدايامتر بتاع الجونر على الاثنين، ده عشان احسب الكليرنس. طيب كل الحاجات الباقيه دي احنا وضحناها كده، وضحنا كل اللي احنا محتاجينه. طيب تعالوا بقى ادي اول سؤال. اول سؤال بيقول ايه؟ محتاج ان هو يعرف الاتش نوت والاي. طيب فانا محتاجه ان انا ادخل على فيجر 2، معروفه طالما عايز اتش نوت وعايز اكسنتريستي، دي موجوده في فيجر 2. ليه؟ ادي فيجر 2 اهو، في اكسنتريستي اقدر اطلع منها الاي وفي الاتش نوت. طيب محتاجه عشان ادخل اصلا الجراف ده محتاجه ايه، او ادخل الفيجر ده محتاجه ايه؟ محتاجه احدد السمر فيلد نمبر، ومحتاجه احدد ال على دي. يبقى حاجه محتاجه ان انا اجيب ال على دي والسمر فيلد بالظبط كده. ال على دي هي عندي مديني ال بواحد ونص انش، مش هغير وحدات، على الدايمتر بتاع الجورنال اللي هو 75 من 100، هروح ضربها في 2، فطلعت لي ان ال على دي طلعت بواحد. فالال على دي طلعت بواحد. طيب احدد السمر فيلد، هي الميو في ان على بي مضروبه في الار على سي الكل تربيع. طيب الميو عندي اهي ب4 مايكرون، بس تاخد بالي ان انا بقول 4 مايكرون، 4 في 10 اس سالب 6. طيب عشان نجيب المايكرون في الان مديهالي ب 30 ريفوليوشن بير سكند، فهحطها زي ما هي. على البي هقول لكم البي دلوقتي هجيبها منين، في الار الار اللي هي 75 من 100، على السي بواحد ونص، السي لا السي اهو مديهالي 15 من 10000 انش تربيع. طب البي بقى اجيبها منين؟ ادي البريشر احنا قلنا هو اللود او الويت على الدي في ال، الدي اللي هو 2 ار في ال، ادي الويت مديهولي ب 500، وادي ال 2 ال ال 2 ار، وادي ال ال عوضت بيها هنا، طلعت سمر فيلد نمبر بكام؟ طيب طلعت سمر فيلد نمبر ب 135 من 1000، هعمل ايه؟ هاخد بالقيمه دي وانا عارفه ان ال ال على دي عندي بواحد، واروح جايه هنا سمر فيلد نمبر عند 135 من 1000 قيمه هنا، عشان ده لوج سكيل، واروح طالعه عند الجراف اللي بواحد، قطع هنا. تعالوا نوضحها اهو، لو افترضنا ان 135 من 1000 هنا ايوه هي ميلت شويه، وعوض بيها هنا، هيطلع لك انا واقف إيه؟ انا واقف فين؟ هتلاقيها طلعت لي القيمه بكام؟ هنلاقي القيمة اللي طلعت لنا ان الاتش نوت على السي طلعت 42 من 100، اهي طلعت عند 42 من 100. طيب طلعت الاتش نوت على السي، السي بكام؟ السي انا جبتها 42 من 100، عايزة اطلع السي هو مديهالي، فاروح مطلع الاتش نوت لوحدها بكام، طلعت قيمتها وبالانش زي ما انا. الاكسنتريستي برضو نفس الكلام، انا عند نفس القيمة اللي انا وقفت عندها وقطعت الكيرف واحد، اروح رايحة كده اشوف الاكسنتريستي كام، طلعت لي الاكسنتريستي 58 من 100، عوض برضو الاكسنتريستي. الاكسنتريستي هي احنا قلنا ان الاكسنتريستي هي الاي على سي، هو طالب اصلا الاي، طالب الاكسنتريستي، لان الابسلون هي اكسنتريستي ريشيو، ما طلبش اكسنتريستي ريشيو، طلب الاكسنتريستي، فاطلع الاي يبقى هضرب في الايه، يبقى هضرب في السي واروح مطلع. ده كان اول سؤال. تعال نشوف كده تاني سؤال بيقول لي استخدم نفس البارامترز اللي في اكزامبل 1 وحدد الكوفيشنت اوف فريكشن بتاع التورك، كوفيشنت اوف فريكشن، وحدد التورك تو اوفر كام فريكشن. عايز الكوفيشنت اوف فريكشن وعايز التورك. طيب عايز الكوفيشنت اوف فريكشن، يعني عايز الاف، زي اللي جينا قلنا طالما عايز الاف يبقى هدخل على فيجر 5، وعايز التورك، التورك ده يبقى هجيبه من المعادله. طيب يبقى حاجه هنا اوضح ان انا عايزه الاف والتورك، يبقى هدخل على فيجر 5. فين فيجر 5؟ ادي فيجر 5. طيب محتاجه ايه؟ محتاجه سمر فيلد نمبر، سمر فيلد نمبر خلاص احنا حددناه، هدخل بي وعلى الكيرف اللي بواحد اهو، الكيرف اللي بواحد، واروح جايه هنا جايبه الكوفيشنت اوف فريكشن مضروب في الار على سي،
ادي طلع لي الكوفيشنت اوف فريكشن مضروب في القرعه سي طلع لي 3.5. طب القرعه انا جايباها فوق والسي انا جايباها، فاقدر اعوض واجيب الاف. طيب هنلاقي ان انا كده جبت قيمه الاف الفريكشن الكوفيشنت اوف فريكشن. طب عايزه اجيب التورك فريكشنال، الفريكشنال تورك هيبقى الفورس مضروبه في الار. طيب الفورس اجيبها منين؟ من الويت مضروب في الكوفيشنت اوف فريكشن. ادي الويت اللي ب 500 مضروب في الكوفيشنت اوف فريكشن اللي انا لسه جايباها، طلعت الفورس عوض بيها واضربيها في الار طلعت قيمه التورك. طيب ثالث سؤال، ثالث سؤال طالبه بيقول كونتريبيوت برضو ارجع للبارامتر بتاعه اكزامبل 1 وحدد لي التوتال فوليومتريك، التوتال فوليومتريك فلو ريت كيو والسايد فلو سايد فلو ريت كيو اس وديتيرمن الماكسيمم فيلم بريشر. طيب دول يبقى انا محتاجه ان انا اروح لانهي فيجرز؟ السؤال الثالث اهو محتاجه اجيب الكيو والكيو اس، يبقى انا هروح لفيجر 6 وفيجر 8. فيجر 6، فيجر 6 هطلع منه ادي فيجر 6 هو كيو على البارامترز الكتير دي وسمر فيلد نمبر، عوضي او ادخل بسمر فيلد نمبر والال على الدي اللي بواحد وطلع قيمه القيمه اللي قصادها. طيب طلعت القيمه اللي قصادها طلعت بالقيمه دي، انا كل القيم اللي تحت دي عندي فاقدر اطلع قيمه الكيو لوحدها بكام. طلعتها. عايزه من فيجر 7 هروح مطلعه عايزه كيو اس على كيو، ادي فيجر 7 ادي الكيو اس على كيو وسمر فيلد نمبر عندي اعوض بيها او ادخل بيها وعند واحد او واروح مطلعه كيو اس على كيو. طب طلعت كيو اس على كيو اهي، طلعت كيو اس منها بكام. طيب عايزه اطلع البي الماكسيمم، البي الماكسيمم بقى من فيجر 8، ادي فيجر 8 اللي فيه بي على بي ماكسيمم وسمر فيلد نمبر عوض طلعت قيمه البي على البي ماكسيمم طلعت اهي، طلعت ب 42%. طب البريشر اللي انا مستخدماه كان ب 222، انا حاسباها في الاول خالص، حاسباها في اول سؤال اهو اهو، ان انا قلت ان هو الويت على الاثنين ال على الاثنين ار في ال وطلعته، يبقى ده البريشر اللي انا مستخدماه. عايز اطلع البي الماكسيمم عوض وطلعت البي الماكسيمم. تمام ده كده اول ثلاث اسئله للهايدروديناميك بيرنج. الباقي كلهم اسئله سهله، هقول لكم فكره المسألة رقم 5. المسألة رقم 4 سهلة خالص، نفس فكرة، أقصد المسألة رقم 4 إحنا حسبناها، المسألة رقم 5 نفس الفكرة. المسألة رقم 6 تعالوا نشوف المسألة رقم 6 دي هتلاقوها في شيتات تانية، دي رقم 5 مش رقم 4 عشان هو في خطأ في العدين. طيب فالمسألة رقم 6 دي بيوضح فكرتها، بيقول ايه؟ مديني فيلي جورنال بيرنج ليه الشافت بتاعه كذا وليه دايامتر، الدايامتر بتاعه اهو، والبوشنج بور الدايامتر بتاعه كذا اللي هو البيرنج الخارجي ده الدايامتر بتاعه، ومديني اللينس بتاعه ب 50، ومديني البيرنج لود، ومديني بيروتيت ب 1120 ريفوليوشن بير مينت. انالايز المينيمم كليرنس، هات لي المينيمم كليرنس والمينيمم فيلم سيكنس، وهات لي الكوفيشنت اوف فريكشن والتوتال فلو اويل والافرج اوف فيسكوستي كام 60. هنحلها ازاي دي؟ هقول لكم الفكره بتاعتها سريعا. هو محتاج يعرف الكليرنس، فالكليرنس زي ما قلنا ان هو بي في دي، كليرنس زي ما قلنا في الاول اللي هو بي في دي على الاثنين، البي اللي هو الدايمتر بتاع البيرنج الخارجي والدي الدايمتر بتاع الجورنال على الاثنين. طيب دي اول حاجه محتاجاها. تاني حاجه هحسب السمر فيلد نمبر اللي هو الميو في ان على البي في الار على السي تربيع. الميو عندي مديها كان مديها لي جيفن بال 60 وهضربها في 10 اس سالب 3 عشان هو مديها لي بالملي ميجا باسكال. وفي الان اللي هي ب 1120 ريفوليوشن بير مينت فهقسمها على 60، والبي اللي هي هتبقى 1.8 في 10 اس 6. جبتها منين البي؟ جبتها من الويت، البي جبتها من الويت على الاثنين ار في ال ال ودولت كلهم عندي، فجبت البريشر عوضت بيها هنا والار والسي عندي، فكده جبت السمر فيلد نمبر. بعدها هعمل ايه؟ هجيب قيمه اللي هي ال على دي، ال هو كان مديها لي والجي مديها لي، فهتطلع قيمتها 1.66%.
طيب 1.66% دي لما اجي ابص انا هنا اهي 1.66% لما اجي ابص هنا انا ما عنديش هنا غير 1.5 وربع وانفينيتي، ما عنديش. فحلاقي ان انا هنا ما عنديش كيرف للواحد وستة من عشرة، فهعمل ايه؟ هعمل انتربوليشن. ازاي بقى؟ انا عايزة هنا اجيب الاتش نوت على السي. طب بس انا عندي واحد وعندي نص وعندي انفينيتي، مش هينفع استخدم انفينيتي، بس ينفع استخدم الواحد والنص. هعمل ايه؟ هعمل كأني هعمل انتربوليشن. هعمل ايه؟ هشتغل هنا عند ال على دي بنص، هجيب القيمة عند ال على دي بنص، وهنا عند ال على دي بواحد، وهنا عند ال على دي اللي هي 1.6 اللي انا اصلا مطلعاها اللي انا عايز احسب عندها. هجيب ده عند الكيرف بتاع نص، والكيرف بتاع الواحد، والكيرف بتاع 1.6 مش عندي، بس اقدر اقول لي عند نص بقيمة السمر فيلد نمبر اللي انا حاسباها دي، الفيلد نمبر اللي انا حسبتها، هاتيلي عند نص هتطلع القيمة بكام؟ هتطلع قيمة اتش نوت على سي بكام؟ وبعدين عند نفس القيمة بتاعت السمر فيلد نمبر هاتيلي عند واحد هتطلع بكام؟ فبالتالي اقدر اجيب عند الواحد وستة من عشرة بكام؟ يبقى انا هاجي هنا عند اتش نوت على سي هتطلع لي سي مثلا هنا ب 36%، دي قيمة اتش نوت على سي عند الكيرف بتاع اللي قل على دي بنص، وهجيب قيمة اتش نوت على سي دي اتش نوت على سي عند الكيرف اللي بواحد لنفس السمر فيلد نمبر، ما هو سمر فيلد نمبر واحد اللي انا عارفاه، فيتفضل لي القيمة دي، اعمل انتربوليشن واطلع القيمة دي. نفس الكلام في كل الطلبات اللي مطلوبة في الكيرفات، هعمل نفس الكلام. دي نفس دي الفكره بتاعتي، نفس فكرتها برضو في السؤال اللي بعديها، السؤال اللي بعديها برضو هتعملها انتربليشن. طيب ده بالنسبه للهايدروديناميك، للهايدروديناميك بير. طب انا عايزه ندخل بقى على الهايدروستاتيك، الهايدروستاتيك بيرنج. الهايدروستاتيك بيرنج ايه؟ اسهل برضو من الهايدروديناميك بير. الفكرة بتاعت الهيدروستاتيك بيرنج زي ما وضحنا ان انا بيبقى عندي بامب سيستم بتدي اويل بتدي الاويل للبيرنج، فبتحافظ لي عليه وما بتسببش انه يحصل وير. بستخدمها لبلين بيرنج كجايد واي، بستخدمه كجايد واي يعني زي ما هيكون متوضح لكم في المحاضرة. طيب الهيدروستاتيك بيرنج هنلاقي ان في كوفيشنت، في كاركترستيك او فاكتورز الكاركترستيك بتأثر لي على الهيدروستاتيك بيرنج، زي اللود كارينج كاباسيتي اللي هرمز لها بالاي اف، زي الفلو اوف ذا اويل هرمز له بالكيو اف، زي البامبنج باور هرمز له بالاتش اف. ففي بعض القوانين هنوضحها. اللود اوف البيرنج، اللود اللي هأثر بيه على البيرنج هرمز له بالرمز اف كابيتال، هو عباره عن الاي اف مضروبه في الاي بي مضروبه في البي او. ايه هي الاي اف؟ زي ما قلنا البيد لود كوفيشنت، ده دايمنشنلس من غير وحده. الاي بي ده البيد اريا، البي ار ده الاويل بريشر ان ذا ريسس اوف ذا بيرنج اوف ذا بيد، في الريسس بتاع البيد. طيب تعالوا الاول نوضحها بشكل افضل. الهيدروستاتيك بيرنج هو عباره عن ايه؟ زي ما وضحنا ان انا بيبقى عندي فكره للهيدروستاتيك بيرنج ان هو بيبقى مثلا شكله مثلا عامل كده، دي البيد، هو هنا ده اتنين، فاحنا ممكن ندرس على واحد بس، دي البيد ودوت مثلا فده بيمثل كله البيرنج. هلاقي ان ديت السيم فيلم ثيكنس برمز له بالرمز اتش، هلاقي ان انا عندي بريشر للريسس، دي منطقه الريسس فديها بريشر، وفي البريشر اولي او قبليه برمز له بالرمز البريشر بتاعه البامب، البريشر بتاعه البامب اللي البامب بتضخ لي بيها، ففي بريشر بتاع البامب وفي البريشر بتاع الريسس. تمام، ده شكل مبسط للهيدروستاتيك بيرنج. اللي يهمني اعرفه ان في بريشر، بامب بريشر برمز لها بي بي، وفي ريسس بريشر
طيب الرصاص بقى نفسه ده بيكون ليه اكتر من شكل، ممكن ياخد شكل سلندريكل، ياخد شكل سلندريكل فيبقى ليه ار ار اللي هي بتاعت الرصاص، الرصاص ريديوس، وفي الرصاص بعد كده بتاعت البيض، او ياخد شكل سكوير يبقى ليه الرصاص برمز له باتنين ايه والبيض برمز له باتنين ايه العرض بتاعها، واقدر ساعتها استخدم. طيب هلاقي ان انا المعادلات بقى بتاعتي زي ما قلنا ان اللود اللي على البيرنج هو الاف كابيتال بيساوي الاي اف اللي هي البيد لود كوفيشنت مضروبه في الاي بي اللي هو البيد اريا مضروبه في البي ار اللي هي الاويل بريشر بتاع الريسس اوف ذا بيد، الاويل بريشر بتاع الريسس. طيب الفلو اوف ذا اويل، الفلو بقى بتاع الاويل برمز له بالرمز كيو، هو عباره عن كيو اف اللي هي البيد فلو كوفيشنت مضروبه في الاتش في الاف اللي هي الفورس اللود فوق اللود بتاع البيرنج على الاي بي اللي هي البيد اريا مضروبه في الاتش اللي هي الفيلم ثيكنس على الميو اللي هو الدايناميك فيسكوستي اوف الاويل وبرمز له بالرمز البي اس. طيب البامبنج باور بقى، البامبنج باور برمز له بالرمز بي هو الريسيس باور، الريسيس بريشر مضروبه في الكيو وتقدر تعوض بيها. طيب الاتش اف هي البيد باور كوفيشنت، هي عباره عن الكيو اف على الكيو اف على الاي اف. طيب تعالوا نشوف اول مثال، او قبل ما اوضح برده اول مثال كده احنا وضحنا ايه، ادي الفورس البيرنج لود والكيو الفوليوم، الفوليوم فلو ريت بالمتر تكعيب على السكند والباور. طيب وبرده اقدر اطلعها ونوضحها، وادي الباور و دايما الاتش، الاتش غالبا القيمه اللي بشتغل بينها في الهيدروستاتيك بيرنج انا بفترض ان هي ب 1.27 في 10 اس سالب 4 متر، وبفترضها وبشتغل بيها القيمه دي. طيب لما يجي يقول لي انا عايزه اعمل ديزاين لهيدروستاتيك بيرنج، انا محتاجه اعرف ايه؟ محتاجه اعرف الدايمنشن بتاع البت، محتاجه اجيب الدايمنشن بتاع البيد سواء كان سكوير فمحتاجه اعرف، سواء كان سكوير فمحتاجه اعرف الاي والال، سواء كان سلندريكال فمحتاجه اعرف الار والبيد، الريديوس بتاع الريسس والريديوس بتاع البيد. ده اول حاجه محتاجه اعرفها وانا بعمل ديزاين، عايز اجيب الدايمنشن بتاع البيد. طب محتاجه ان انا اعرف كمان الاويل بريشر، محتاجه ان انا احدد الاويل بريشر، محتاجه ان انا الاتش انا هفترض ان انا دايما باخده بالقيمه دي. طيب محتاجه اعرف الاويل فيسكوستي، اللوبريكيشن تايب والتمبريتشر، محتاجه اعرف الفلو ريت، محتاجه اعرف البامب باور. ده لما يجي يقول لي اعمل ديزاين لهيدروستاتيك بيرنج محتاجه اجيب كل المعلومات دي. تعالوا بقى نشوف اول سؤال بيقول لي، اول سؤال بيقول لي عندي لارج انتنا الويت بتاعها كذا نيوتن تو بي سبورتد، هعمل لها سبورتد بثلاثه سلندريكال هايدرو هيدروستاتيك بيرنج، يعني في ثلاثه سلندريكال، ثلاثه سلندريكال هيدروستاتيك بيرنج. البوستيف ديسبليسمنت بامب از يوزد تو ليفر الاويل بديناميك فيسكوستي، مديني الفيسكوستي بتاعتي الديناميك فيسكوستي 1/100 باسكال بير سكند، والبامب بريشر، البامب بريشر مديهولي 3.5 ميجا باسكال، واللي بيوصل لي الديليفرد بريشر ده يعني بيقصد البريشر اللي بيوصل للريسس، يعني الريسس بريشر 80% من البامب بريشر. ديزاين هيدروستاتيك بيرنج اكوردنج تو مينيمم باور ريكوايرد، على حسب المينيمم باور ريكوايرد، خد بالك قوي من الجمله دي. طيب تعالوا نشوف كده هنحلها ازاي. طيب هو انا عندي ثلاثه بيرنج، يعني الويت ده، الويت ده الانتنه دي الويت بتاعها متقسم على الثلاثه بيرنج، فانا اول حاجه هعملها ان انا لازم اقسم الثلاثه بيرنج دي، الويت ده اقسمه على الثلاثه، فدي اول حاجه هعملها، او ان الفورس بتاعي للبيد الواحده هقسمه على الثلاثه فطلع الفورس للبيرنج الواحد. طيب دي اول حاجه. وبعدين هو بيقول لي اعمل ديزاين، محتاجه اعمل اجيب كل الست مطالب اللي انا قلتهم فوق، محتاجه اجيب الست مطالب دول. طيب هنعمل ايه؟ بيقول كمان اعمل ديزاين اكوردنج للمينيمم باور ريكوايرد. طيب قانون الباور بتاعنا زي ما قلنا هو الاتش اف مضروب في الاف على الاريا تربيع في الاتش اف. معنى ان هو بيقول لي
تعال نبص كده في جداول في تشارتس للهيدروستاتيك بيرنج. ده تشارت بيوضح لي الريشيو ما بين الار ار اللي هي الريسس ريديوس على البيرنج ريديوس. ده الريسس ريديوس على البيرنج ريديوس في المحور الافقي. المحور الراسي فيه في اللود كوفيشنت اللي هي اف، ومن هنا في الباور كوفيشنت اللي هو الاتش اف، والفلو كوفيشنت اللي هي كيو اف. ده الجراف بتاع كيو اف اللي هو الفلو كوفيشنت، وده الجراف بتاع الباور كوفيشنت، وده الجراف بتاع الباور كوفيشنت، وده الجراف بتاع الاف. هو قال لي جملة في آخر السؤال مهمة جدا، قال لي اشتغلي على المينيمم لود، اشتغل على المينيمم باور ريكوايرد، على المينيمم باور ريكوايرد. يعني ايه المينيمم باور ريكوايرد؟ ادي الكيرف بتاع الباور، اشتغلي على اقل قيمة للباور. اقل قيمة للباور عندي فين؟ هلاقيها هنا، هاخد خط مستقيم هنا واشوف اقل قيمة عندي كام. طيب جبت اقل قيمة، اعملي كده، هروح عاملة خط مستقيم كده وخط مستقيم كده. ازاي؟ اهو عند اقل قيمه، هو بيقول اشتغلي عند اقل قيمه، فاروح واخده خط مستقيم بالعرض، خط مستقيم بالطول. فانا لما خدت خط مستقيم بالطول عرفت انا واقفه فين، جبت قيمه الريسس ريدياس على البيد ريدياس، جبت قيمتها، فطلعت الريسس ريدياس على البيد ريدياس طلعت بنص برضو. وانا عند نفس القيمه لما جيت قطعت كده، جبت عند الفيجر او عند الكيرف بتاع الاي اف جبت قيمته، فجبت قيمه الاي اف عند الكيرف بتاع الاي اف، او هطلع من عند النص دي، اقصد هطلع من عند النص دي واروح طالعه اشوف هقطع الاي اف فين، فلاقي نفسي قطعت عند 55%. ونفس الكلام بالكيرف بنفس الخط المستقيم ده الرأسي، هقطع الكيرف الثاني فاجيب قيمه الكيو اف، واطلع لك قيمه الكيو اف بكام من الفكره. وهو موضح لي هنا شكل الرساس ان هو سلندريكال وقايلها لي في السؤال. طيب فانا كده طلعت الايه الرساس ريديوس على الريديوس بتاع البيد طلعت بنص، طلعت الاي اف طلعتها. طيب وجيت طلعت الفورس طلعتها. طيب مش انا كان عندي قانون بتاع الفورس بتاعت البيد هي الاي اف في الـ في الـ في البيد اريا في الريسيس بريشر. طيب الفورس عندي الاي اف انا لسه جايباها، الاريا بتاعت البيد مش عندي، البريشر بتاع الريسيس عندي. ليه؟ هو قال لي في راس السؤال ان البريشر بتاع الريسيس 80% من البريشر من البريشر اللي طالع. البريشر اللي طالع هو كان قايل لي ان البريشر ب 3.5، ف 80% منها عوضت، فطلعت لك البيد اريا، طلعت قيمة البيد اريا. طب هي مش قيمة البيد اريا، احنا قايلين ده سلندريكال، هي باي على 4 في الديامتر تربيع، طلعي قيمة الديامتر. فدوت طلعت لي 69.96%. دي الديزاين، هل انا هشتغل بيها؟ لا، انا هقربها، فدي تعتبر الاكتوال، ال 70 ملي متر دي هتبقى الاكتوال. طب تعالى طلع بقى بيها الاريا النيو بال 70، يبقى باي على 4 في الديامتر تربيع، طلعت لك الاريا النيو. تعالى طلع بالاريا النيو دي البريشر بتاع الريسيس النيو من القانون ده، البريشر بتاع الريسيس، تعالى طلع البريشر بتاع الريسيس النيو اهو من القانون ده، هعوض بالفورس هتفضل زي ما هي على الاي اف برضو زي ما هي، الاريا بيد هي اللي اتغيرت هروح معوضه بيها. فطلع الار الريسيس بريشر النيو، طلعت الريسيس بريشر النيو الاكسيوال اللي انا هشتغل بيها فطلعتها. وطلع اجي اطلع بقى الريديوس، الريديوس ده الريديوس بتاع البيد طلعته إيه؟ عشان الدايمتر ب 70 يبقى الريديوس ب 35. طب عايزه اطلع الريديوس بتاع الريسس النص في ال 35، جبت منين النص ده؟ ما هو انا في الاول خالص طلعت ان الريسس ريديوس على الريديوس بتاع البيد طلعته بنص، اروح مطلعه كده، جبت الايه؟ جبت الدايمنشن. محتاج اجيب ايه؟ محتاج اجيب الاتش، الاتش احنا قلنا ان انا هفترضها ان هي 1.27 في 10 اس سالب 4، دي 4 بالمليمتر، والكيو اف انا مطلعها من الفيجر. طيب الميو هو كان مديها لي جيفن، طب عايز اطلع الميو هو كان مديها لي اه جيفن، طيب عايز اطلع الكيو، الكيو هقول هي 1.4، الكيو القانون بتاعها كان ايه؟ ادي القانون بتاع اهو، القانون بتاع الكيو كان الكيو اف مضروبه في اف على الاريا بيد مضروبه في الاتش تكعيب على الميو، الاتش عندي والميو عندي والاريا بيد عندي والاف عندي والكيو عندي، اقدر اطلع الكيو على طول.
فاقدر دلوقتي كلهم عندي بطلع، جبت الكيو. طب عايزه اطلع ال، عايزه اطلع الباور، الباور هيبقى عباره عن الريساس بريشر مضروب في الكيو، الريساس بريشر النيو، الريساس بريشر مضروب في الكيو، او اعوض بيه المعادله دي. الاتش اف هطلعها برده من الفيجر اللي هي بتنص، النص جبتيها منين؟ ادي الاتش اف اهي، احنا بنطلع لك القيمه من المعوضي بقى، وهاتيها هاتي قيمه الاتش اف من على ده، تعوضيها بديت كلها وتروحي مطلعها. او الريساس بريشر النيو، ما هو انا ما جبتش ريساس بريشر نيو، جبت ريساس بريشر، جبت الريساس بريشر نيو، ممكن اضرب دي اضربها في الكيو، في قيمه الكيو دي، فتطلع لي على طول هي هي، او تعملها بالطريقه دي تطلع كده. انا جبت كل اللي انا عايزاه. طيب السؤال الثاني نفس فكرته، السؤال الثاني اهو نفس الفكره، بيقول لي لارج ماشين فور بريشر تو بي سبورتد اون سكوير هيدرو ستاتيك بيرنج، ومديني الويت ومديني الباور بتاع البريشر، البامب بريشر مديها لي، وبيقول لي ان انا هيحصل لي ديليفرد ال 85% منها، يعني الريسيس بريشر هيبقى 85% من السته، والبامب ويل بي يوز تو ديليفر، مديني اسم اللوبريكيشن سي 40 اويل، اس اي اي 40 اويل عند تمبريتشر 90، اعملي ديزاين للهيدروستاتيك بيرنج اكوردنج برضو المينيمم باور ريكوير. هحلها ازاي؟ نفس الفكره بتاعتها، بس الفكره بس ان انا هاخد جراف كمان، وهو قايل لي في السؤال ان هو سكوير هيدروستاتيك بيرنج، المره دي سكوير هيدروستاتيك بيرنج. طيب حاجه اقول لك برضو، النتيجه ان انا بيقول لي مينيمم، مينيمم باور ريكوايرد، يبقى انا على نفس الفيجر، بس مش على الفيجر ده بقى، على الفيجر الثاني ان هو سكوير، على الفيجر الثاني اللي فيه سكوير، هلاقي نفس الكلام عند المينيمم، هروح واخده خط كده واخد الخط قصاده، فهلاقي اهو بوضح مش اهو، هاخد الخط كده واخد الخط قصادي، الخط المستقيم ده، فانا عند قيمه اتش اف هوضحها من هنا، اشوفها هي هنا ولا هنا، ادي الاي اف اهي من هنا الاتش اف، فهجيب قيمه اتش اف، اقدر اجيب قيمه كيو اف من نفس الخط ده قطعت هنا، فتعالى هات قيمه كيو اف من نفس الخط ده قطعت هنا، تعالى هات قيمه الاي اف، كده جبت الثلاث قيم. طيب جبتهم من الكيرف قيمه الاي اف، طيب الاي على ال انا حسبتها جبناها طلعت لي بنص، جبتها منين الاي على ال بنص دي اهي، هي الـ A على الـ L هو سكوير، هو بيقول لي اهو A على الـ L، طيب جبتها منين A على L دي؟ جبتها من الفيجر اهو، ما هي طلعت لي نص، ما دي A على L طلعت لي بنص، جبتها من الفيجر، فانا كده جبت قيمة A على الـ L بنص، والـ AF جبتها من الفيجر. طيب الفورس عوض بالقانون ده، الفورس هو كان مديها لي اهي ب 18000، والاي اف فانا لسه جايبها 55%، الاريا بيد مش عندي، الباور بتاع الريساس بريشر هو السته اللي هو الباور ده، مش باور الريساس ده، باور ده باور البامب، يبقى دي باور البامب، دي غلط، دي تبقى السته مضروبه في ال 85% صح كده، واروح مطلعه اطلعها الاريا بيد، طلعت الاريا بيد، الاريا بيد هي عباره عن 2 ال تربيع، ما هي دي الاريا بيد 2 ال كل تربيع، فطلعت ال ال بكام؟ 40 وشويه، ما ينفعش هقربها فاخد 41، دي الاكتيو اللي هشتغل بيها، فاحسب بيها الارني الاريا النيو، طلعتها احسب بيها البريشر النيو، الريسيس بريشر النيو، طلعت الريسيس بريشر النيو. طب الريسيس بريشر النيو هي اقل من الاولد، اكسبتبل مقبوله، طالما اقل بقى اكسبتبل. طيب طلعت ال ال نيو وطلع الاي الاي النيو. طيب تاني حاجه الاتش قلنا احنا فرضنا 10 سالب 4 مش سالب واحد، طلع الميو مديها لي، الكيو هو مديها لي، والاتش مديها لي، فاقدر اطلع الكيو جي طلعتها، اقدر اطلع الباور طلعتها، الكلام ده كله. طيب في حاجه كمان لل ايه من هنا من الفيجر ده، الفيسكوستي، ان هو ما كانش مديك اصلا، الفيسكوستي جبتها منين؟ الفيسكوستي جبتها من التشارت ده، هو مديني عند درجة حرارة 90، عند درجة حرارة 90 وعند اس اي اي 40 هقدر اجيب الفيسكوستي بتاعتي، جبت قيمة الفيسكوستي، يعني الفيسكوستي جبتها من الشارت ده كده. شيت الهايدروديناميك والهايدروستاتيك بيرنج هو شيت سهل جدا،
وبسيط، وانا حليت معاك وكده اغلب المسائل، وبالتوفيق ليكم. لو في اي اسئله احنا معاكم، ما تقلقوش، وشكرا.